السلام عليكم صغاري، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية أنتم وذويكم. نلتقي اليوم في حصة أخرى من حصص اللغة العربية مكون الاستماع والتحدث، ودائما مع حكاية ممتعة سبق لنا أن تعرفنا عليها في حصة مضت، وأتمنى أنكم استمعتم إليها مرات عدة ليتحقق الفهم سماعا. لقد طلبت منكم استخراج عناصر الحكاية وكذلك البنية السردية، لذا سنتوقف على تصحيح ما قمتم بالقيام به بعمل منزلي، وأتمنى أنكم أنجزتموه. بالنسبة لعناصر الحكاية، فحينما أقول العناصر فأنا أتحدث عن العنوان وعن الشخصيات وعن الأحداث والمكان والزمان. بالنسبة لعنوان حكايتنا طبعا كما سبق للذكر هي جدتي والدراجة، أعيد جدتي والدراجة. أما الشخصيات التي ذكرت في حكاية جدتي والدراجة، نعم الجدة ثم الطفل، فالأم الطفلة والأسرة بكاملها. مكان وقوع الحكاية، نعم جبال الأطلس المتوسط، أحسنت صغيري. وكانت هناك أيضا الحظيرة، فالمنزل، فالقرية، فوادي أم الربيع، هذا فيما يخص المكان. أما الزمان فكان في الصباح، ذكرت في حكايتنا، وكانت عطلة الربيع، أحسنت صغيري. اكتفيت بذكر بعض الأحداث وأتمنى أنك استخرجت العديد منها. أول حدث قرار الأسرة بالتوجه، نعم إلى أين؟ إلى جبال الأطلس المتوسط لقضاء العطلة عند الجدة. إذا ذهاب الطفل والأسرة عند الجدة لما يا ترى لقضاء العطلة؟ بعد ذلك وصلت العائلة، فماذا فعل الطفل؟ ركب الدراجة برفقة من؟ برفقة جدته المحبة لركوب الدراجة. ودع الطفل على رأسه خودة، أما الجدة ماذا وضعت على رأسها؟ قبعة. ماذا حصل في الطريق؟ اصطدام، طارت على إثره الجدة فوقعت، لكن الحمد لله ذاك الوقوع لم يحدث أثرا، بل العكس كانت هناك سلامة، فعادت الضحكة للجميع أو للطفل والجدة المحبة لركوب الدراجة. هذا فيما يخص بعض الأحداث. نعم صغيري تحدثت عن عناصر الحكاية، أما الآن فسوف نحدد البنية السردية لها. فيما يخص البنية السردية، وكما أقول دائما، فالهدف أو عناصرها هي حدث البداية ثم التحول، فالمشكل، فالحل، فالنهاية. من أجل إعانتك ماذا فعلت أنا صغيري؟ قمت بكتابة بعض الكلمات أو الجمل وهي أعتبرها مفاتيح، نعم مفاتيح لحل ما طلب منك. مثلا حدث البداية، أي بما ابتدأت حكايتنا؟ هل قرر أحمد أن يخرج رفقة جدته؟ أم سافرت الأسرة؟ أم نعم سمعت إجابتك، شكرا.
فالبداية هي سفرتي الأسرة إلى قرية بجبال الأطلس المتوسط. فوقع حدث التحول. ما هو هذا التحول؟ نعم، قرر أحمد أن يخرج رفقة جدته في نزهة على الدراجة، فوقع مشكل في الطريق. أي مشكل هذا؟ جيد، انحرفت ماذا؟ انحرفت الدراجة على الطريق، فماذا كان الحل؟ ماذا كان الحل؟ هل وقع إشكال بالنسبة للجدة؟ أبداً، النجاة والسلامة من هذا الوقوع، فكانت النهاية سعيدة وهي متابعة النزهة باتجاه المنبع أي لأم الربيع. صغاري، استخرجنا سوية عناصر الحكاية وأيضا تعرفنا على البنية السردية لها. ما المطلوب منك في هذه الحصة؟ المطلوب منك كما تعودتك أن تنتج حكاية جديدة. كيف ذلك؟ ستقوم باستثمار عناصر الحكاية وستقوم بالتحويل أو تغيير ما شئت، سواء بالنسبة للعنوان أو إحدى الشخصيات، أو تعمل على تغيير الأحداث أو الزمان أو المكان. وبإمكانك أيضا أن تستثمر البنية وتعمل على تحويل أحد عناصرها وتنتج حكاية جميلة مفيدة خالية من الأخطاء كما تعودتك. شكرا، وإلى الملتقى في حصة قادمة.